الدينية التركية. تم تكريم 200 طالب وطالبة في مدينة جرابلس، المدينة الطيبة، أهلها طيبون. تم تكريمهم في الجزء الرشيدي وتخريجهم من هذا المشروع المبارك، وانتقلوا إلى مشروع السفرة. قدم للطلاب في هذا التكريم المبارك شهادة إتقان بقراءة الجزء الرشيدي ضبطا وإتقانا، وأيضا قدم لهم بعض الهدايا العينية وبعض الهدايا المالية. أشكر أنساتي والأساتذة كمان اللي علموني، وأنا من مدينة جرابلس. الحمد لله والسلام عليكم.